أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة رافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. مرحبا بكم. عن قضبان الذل وزنازين الموت في العراق، كتب زياد المشهداني مقالا في صحيفة الميثاق الوطني، جاء فيه: تبرر الحكومات في العراق والمنظمات الحقوقية التابعة لها ظاهرة تعذيب السجناء في العراق بأن التعذيب في السجون موجود في كل الأنظمة الدكتاتورية، بمعنى أن التعذيب في السجون يوجد منذ تأسيس الدولة العراقية ليبرروا إجرامهم، لكنهم يتناسون أن السجون منذ عام 2003 بنيت على أسس الاحتلال، فلا يوجد وجه مقارنة بينها وبين النظام الوطني مهما كان. أموات يتنفسون، هكذا يمكن أن نصف وضع السجناء داخل السجون العراقية، لأنهم يتعرضون إلى تعذيب مشدد وقاس جدا، فضلاً عن تجويعهم ونشر الأمراض بينهم في زنازين تنعدم فيها الحياة. وبحسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2021 الذي يغطي الفترة من 1 يوليو عام 2019 إلى 30 من أبريل من عام 2021، فإن غالبية المعتقلين تعرضوا للتعذيب المشدد، مؤكداً على أن الغالبية منهم تعرضوا للعنف المفرط كالصعقة الكهربائي والخنق والوضعيات المجهدة والاعتداء الجنسي لانتزاع اعترافات بجرائم لم يرتكبها المعتقلون، بل ولا يعلمون عنها شيئاً. يمارس هذا الإرهاب الحكومي مع جميع المعتقلين، ويزداد سوءاً وشدة مع معتقلين من أبناء المحافظات المنكوبة، المحافظات الشمالية والغربية وديالى. وتتعرض هذه المناطق إلى حملة تطهير وإبادة جماعية منذ احتلال العراق وإلى يومنا هذا، ووجود آلاف المغيبين من أبناء هذه المحافظات شاهد على حجم المأساة التي يتعرضون لها من قبل الحكومات والميليشيات الطائفية. ومن الوسائل الرخيصة التي يستخدمها ضباط التحقيق هو تهديد المعتقل بالاعتداء على زوجته وأهله، وفي أكثر الأحيان يأتون بأهل المعتقل ويهددونه إن لم يتحمل وزر جريمة لم يرتكبها. ونبقى مع الكاتب زياد المشهداني، حيث يقول: السجون العراقية أصبحت أداة قذرة بيد الأحزاب والميليشيات، تدر لها أموالا طائلة من خلال مساومة ذوي المعتقلين وسلب أموالهم مقابل عدم تعذيب أبنائهم أو لتحصيل معلومات بشأن أولادهم. وغالبا ما تنتهي الأمور إلى سرقة الأموال وعدم تحقيق الوعود التي أطلقها السجانون. هناك من العائلات التي باعت منازلها من أجل أبنائها، ولم يكتفي المسؤولون بهذه الجرائم البشعة، بل أخذوا بترويج المخدرات داخل السجون، حتى أصبحت تجارة المخدرات رائجة داخل السجون، يشرف عليها ضباط ومسؤولون كبار في النظام البائس الذي يحرص على قتل المعتقلين بالتعذيب أو بالمخدرات. فلم يكفهم التعذيب النفسي والجسدي والتجويع، فاتجهوا لتدمير المظلومين عن طريق الإدمان. أشارت التقارير الصادرة من الأمم المتحدة إلى أن العديد من ذوي المعتقلين قدموا شكاوى إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان العراقية بهذا الشأن، إلا أن المفوضية والسلطات تتجاهل تلك الشكاوى. وأكدت التقارير الأممية أيضاً وجود ظاهرة الإفلات من العقاب، خصوصاً المسؤولين الحكوميين وأفراد قوات الأمن وعناصر ميليشيا الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية في إقليم كردستان. ومع أن العراق من الموقعين على عدة معاهدات دولية تحظر التعذيب، إلا أن 90% من المعتقلين يتعرضون إلى تعذيب مفرط ينتهي بعضها بموت المعتقل قبل محاكمته. وتم توثيق وفاة مئات المعتقلين قبيل إطلاق سراحهم وانتهاء محكوميتهم التي هي في أصلها باطلة، هذا فضلاً عن اكتظاظ السجون بالنزلاء والإهمال الصحي المتعمد وانعدام الخدمات الطبية ونشر الأوبئة والأمراض المزمنة التي تؤدي إلى موت المعتقلين لاحقاً.
ومن جانب آخر يدفع النزلاء أموالاً طائلة كي يتمكنوا من الأكل والشرب في السجون، بل وحتى نقلهم إلى المحاكم يجب أن يدفع المعتقل ثمنها الباهظ، وإلا فإن المسؤولين سيعرقلون سير المحاكمات. كل هذا يجري بعلم السلطات الحكومية التي تتجاهل كل القوانين التي تكفل حق السجين بالأكل والشرب والمعاملة الإنسانية. ووفقاً لاتفاقية جنيف، فإن السجون تعد دوراً للإصلاح وإعادة التأهيل لمرتكبي الجرائم، لكن ما يحدث في العراق هو أن المسؤولين يحتاجون إلى إعادة تأهيل لارتكابهم جرائم بحق المعتقلين، لأنهم جعلوا السجون مقبرة لآلاف الأبرياء والمظلومين. يقول الكاتب يحيى الكبيسي إن النظام السياسي العراقي الذي تشكل بعد نيسان من عام 2003 يقوم على مجموعة من الخرافات التي لا تمل الطبقة السياسية من ترديدها، وعلى رأس تلك الخرافات الديمقراطية. بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب المبكرة التي جرت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، بدا واضحا لكل ذي عقل أن نتائج الانتخابات قد عصفت بعلاقات القوة التي يحكمها السلاح في العراق، دون أن تكون لدى الفائزين القدرة على إعادة تشكيل علاقات قوة جديدة. قلنا حينها بوضوح إنه لن تكون هناك سوى حكومة ائتلافية تضم الغالبية العظمى من القوى السياسية المتمثلة داخل مجلس النواب، بعيداً عن خرافتي الأغلبية والمعارضة اللتين لا مكان لهما في دولة يحكمها السلاح لا السياسة كما العراق. إذن عن خرافة الاستقلالية التي كتبنا عنها كثيراً، كيف يمكن لمستقلين موزعي الولاءات بين الإطاريين والصدريين وغيرهم أن يتواصلوا إلى تحالف أولي بينهم ثم تحالف ضمن الكتلة الشيعية الأكثر عدداً كما يقترح الإطاريون، أو تحالف مع الصدريين لوحدهم كما يقترح السيد مقتدى الصدر، ويشكلوا حكومة مستقلة تصلهم تعليمات تشكيلها فيما بعد؟ وبعيداً عن كون الاستقلالية أصلاً خرافة في العمل السياسي، كيف يمكن لدولة نظامها برلماني يشترط دستورها أن يكون منصب رئيس مجلس الوزراء لصالح الكتلة الأكثر عدداً في مجلس النواب أن يكون رئيس حكومتها مستقلاً تدعمه شكلياً كتلتان كبيرتان من أجل تمريره فقط، دون أن يكون لديه أي قوة تحصنه في مواجهة محاولات الهيمنة اللاحقة من الكتلتين؟ الصراع الحقيقي في العراق اليوم ليس بين الطائفيين والوطنيين أو المؤمنين بالدولة وغير المؤمنين بها، أو بين الفاسدين والنزيهين، أو بين المسلحين الوقحين مع المسلحين غير الوقحين، إنما هو خلاف حول الهيمنة والنفوذ المبادرتان المطروحتان في أكثر التأويلات مثالية، حتى لا أقول سذاجة، إنما تعيد إنتاج حكومة شبيهة بحكومة عادل عبد المهدي التي تشكلت عام 2018، وتتلخص في الاتفاق على رئيس مجلس وزراء سلطته شكلية تحت عنوان المستقلين، ويديره عملياً الإطاريون والصدريون كما فعل البنائيون والصدريون أثناء حكومة عادل عبد المهدي التي غرقت وأغرقتهم. تناولت صحيفة الجارديان في مقال تحليلي لها مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن حظر واردات النفط الروسية الذي يهدف إلى حرمان الكرملين من مصدر دخل حيوي لنظام الرئيس فلاديمير بوتين. تساءلت الصحيفة حول نتائج الخطوات الأوروبية، مضيفة أن غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا في شباط فبراير فاجأ دول الغرب، لكن الاتحاد الأوروبي فاجأ الجميع بسرعة اتحاده وعمق استجابته لتطورات الوضع. الاتحاد الأوروبي وضع خطة سريعة لاستيعاب اللاجئين داخل تكتله في تناقض صارخ مع بريطانيا، كما أتاح إرسال أسلحة دفاعية عبر الحدود الأوكرانية مساعدة عسكرية ثمينة لكييف، فضلاً عن حجم العقوبات التي فرضها الاتحاد على أفراد وبنوك وشركات روسية.
ولفتت إلى أنه تزامناً مع اتخاذ الاتحاد الأوروبي تلك الإجراءات، كانت الدول الأعضاء تدفع لبوتين المليارات أسبوعياً مقابل واردات النفط والغاز الروسي. كما أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مراراً أن اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على موسكو وفر وقوداً مالياً يستخدم في تدوير آلة الحرب الوحشية للكرملين. واعتبرت الصحيفة البريطانية أن التعامل مع هذه العلاقة وتقليصها يعد أمراً حيوياً، حيث تسعى بروكسل إلى الضغط على روسيا وتأمين الاستقلال الاستراتيجي لدول الاتحاد في المستقبل. وفي خضم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وفي ظل ركود عالمي يلوح في الأفق، فإن حظر الطاقة يحمل مخاطر كبيرة مرتبطة بمعدلات التضخم ومعاناة المستهلكين. ويحقق حظر واردات النفط الذي اقترحته الأربعاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يحقق توازناً جيداً بين الطموح والحذر. ووفقاً للخطة سيجري حظر إمدادات النفط الخام الروسي في غضون 6 أشهر ومشتقاته بحلول نهاية العام. كما ستكون ألمانيا التي خفضت بالفعل مستوى النفط الوارد من روسيا بشكل كبير قادرة على التخلي عنه. تحت عنوان لعبة خطيرة، قالت صحيفة لو فيغارو الفرنسية إنه منذ 70 يوماً تهاجم روسيا أوكرانيا وتعذب سكانها وتدمر بنيتها التحتية وتدمر مدنها. ويتابع جيش فلاديمير بوتين طريقه في دونباس ويسحق كل شيء في طريقه دون التغلب على المقاومة العنيدة للأوكرانيين الذين باتوا يطمحون إلى دفع الهجوم الروسي إلى الوراء بدلا من احتوائه بفضل الذكاء التكنولوجي والدعم التكتيكي ورفع مستوى التسلح المقدم للأوكرانيين من قبل الغرب. يصبح كل شيء ممكنا. ربما تكون هذه أكبر مفاجأة استراتيجية للكرملين. الأمريكيون وحلف شمال الأطلسي الذين لم يرغبوا في المخاطرة بجندي واحد من أجل أوكرانيا يزنون الآن كل ثقلهم في ميزان القوى. وقالت لوفيغارو إن لعبة بوتين المجنونة تقود الغربيين إلى لعبة خطيرة، معتبرة أن التهرب من الحرب بالتمسك بالعقوبات لا يعطي بالتأكيد أفضل فرصة للفوز بها. والمدفعية الثقيلة المقدمة للأوكرانيين ستسمح لهم بتحدي الجيش الروسي في التضاريس المفضلة لديهم. تضع واشنطن 33 مليار دولار في الميزان، أي ما يعادل تقريباً الميزانية السنوية لحربها في أفغانستان. لكن البيت الأبيض تحول بشكل ماكر من مساعدة الأوكرانيين إلى معاقبة الروس، ويجعل هذا الاندفاع الشديد من حلف الناتو أقرب إلى القتال المشترك، والذي من المفترض أن يظل خطاً أحمر مع تأثير تشجيع بارانويا الكرملين وأوهام الحرب العالمية الثالثة النووية التي تبث في وسائل الإعلام والمجتمع الروسي. تخللت الحرب الباردة عدة حروب ساخنة بالوكالة، ومن الممكن المساهمة في انتصار الدفاع الأوكراني دون إثارة تصعيد أو تمديد قاتل للصراع، بشرط أساسي: الحفاظ على قناة دبلوماسية. قالت مجلة فورين أفيرز الأمريكية إن الصين فشلت في معركة رفع الخصوبة بعد بيانات أظهرت ارتفاع متوسط عمر المواطن في الصين من 21 عاماً في عام 1978 إلى 38 عاماً في عام 2021، وتوقعات بصعود متوسط الأعمار إلى أكثر من 50 عاماً بحلول عام 2050. ووفقاً للمجلة، فإن متوسط أعمار المواطنين في الصين تجاوز نظيره لدى المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعني أن الصين تشيخ بسرعة. تراجعت الصين عن نهجها السابق الذي كان يشجع على عدم الإنجاب، وفرضت سياسات للتشجيع على المزيد من الولادات، حيث ألغت في عام 2016 سياسة عائلة واحدة طفل واحد لترفع الحد إلى طفلين في محاولة لتجنب المخاطر الاقتصادية من تسارع الشيخوخة السكانية. لكن ارتفاع تكلفة المعيشة في المدن جعل الأزواج يحجمون عن إنجاب المزيد من الأطفال.
وأوضحت المجلة الأمريكية أنه على الرغم من التدابير التشجيعية على الإنجاب التي أقرت في عام 2021، فإن القيود الاجتماعية والتمييز بين الجنسين الذي ازداد في عهد الرئيس الحالي تشي جينغ بينغ قد يزيد المشكلة. ومعدل المواليد المسجل في الصين عام 2021 وهو 7.52 لكل 1000 شخص هو الأدنى منذ عام 1949، عندما بدأ مكتب الإحصاءات الوطني تسجيل البيانات، مما يزيد من الضغوط على المسؤولين لتشجيع السكان على الإنجاب. وفي عام 2020 بلغ معدل المواليد 8.52 للألف، في حين كانت تشير التوقعات إلى أن يصل العدد الإجمالي للسكان إلى 1.450 مليون نسمة بحلول 2029 مع استمرار تطبيق سياسة الطفلين. وبحسب فورين أفيرز، افتراض الصين أن التراجع عن قيود الإنجاب سيحل المشكلة لم يكن دقيقاً، ومع أنه يسمح للعوائل الآن بل ويشجع على أن يكون لها 3 أطفال، فإن هذا كان دون جدوى حيث انخفضت معدلات المواليد في البلاد. ويقول نحو 44% من الشابات الحضريات و25% من الرجال إنهم لا يخططون للزواج وفقاً للمجلة الأمريكية. في مصنعهم الصغير يعمل محمد سمير وعماله بهمة وسط عربات توك توك زاهية الألوان. وإذا كانت عشرات الآلاف من هذه السيارات الصغيرة تسير في الخرطوم، فإن التوك توك الذي ينتجه سمير متميز كونه يعمل بالكهرباء. ففي بلد تضاعف فيه سعر الوقود وقفز تضخمه إلى 250% منذ انقلاب 25 من تشرين الأول أكتوبر الذي مكن العسكريين بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان من الاستئثار بالسلطة وعزل المدنيين، استطاع هذا المهندس بيع 12 توك توكا كهربائيا في غضون بضعة أشهر، إضافة إلى قرابة 100 عربة كهربائية بثلاثة إطارات. قال سمير إن سائقي التوك توك الذي يعمل بالوقود يعرفون مدى أهمية البديل الذي نقدمه لأنهم يعانون، ويشكو بالفعل عدد من سائقي هذه السيارات الصغيرة من أنهم باتوا يخسرون سواء نقلوا أشخاصاً أو بضائع. إضافة إلى ذلك، فإن هذه العربات الكهربائية تتسم بثلاث مميزات أخرى في واحد من أكثر البلدان المهددة بفعل التغير المناخي وفق الأمم المتحدة، فهي وسيلة لمكافحة الفقر وحماية الصحة وحماية البيئة أيضاً بحسب قول سمير. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. إذن مشاهدينا، بهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير، إلى اللقاء.